بتعمل ايه يا حيوان عندك؟ اخلص. كنت بنضفها من جوه. تنضفها من جوه وتقف بره، مش تخش جوه وتنضفها تقعد على كرسية. انت جننت، انزل. وانا لما اقعد على كرسي هاكل منه حتة؟ لا مش هتاكل منه حتة يا ناصح، هتوسخه. انزل غور غور، يلا. لسه هتتنح غور؟ بقولك غور يلا. قرف قرف. ايه ده؟ ايديك دي، ايديك وقرف. ربنا يسامحك. لا يا فريد باشا، لا لا لا، بعيد قوي، بعيد قوي قوي. لا ده انا منزل لك 10% في الطلبيه اللي فاتت، على اساسها زود لك الكميه تقوم تقل. لا لا، طب اقول لك، طب اقول لك على حاجه، اقول لك على حاجه، فكر انت ورد عليا. ماشي، سلام. لا يا يوسف بيه، لا الحكايه كده مش هتنفع بعد اذن سعادتك، يعني شوف لنا حل في الحكايه دي. حكايه يا زكي؟ الشغل اللي مكركب على دماغي يا يوسف بيه. الله، من ساعه ما الهانم العروسه خدت اجازه، يعني هو الحاج يتجوز ولو سنه؟ لعلم سعادتك انا شغال دلوقتي محاسب وسكرتيره في نفس الوقت. طب تصدق انت تنفع سكرتيره عسل يا زكي؟ هقول لك، بس هقول لك، هتلبس بادي، بس البادي ده يبقى ضيق ويبقى نوعه كارينا، وتلبس تحت بنطلون استريتش ضيق، وتعمل لي فيونك هنا وتدلدل جرس من ودانك. ده باشا باشا، انت عايز تطفش الزبان ولا ايه؟ وبعدين يا عم التاريق براحتك، انا برضو شايل لك التقيله. قول التقيله يا زكاوي. الدكتور حسين بتاع المستلزمات الطبيه دلوقتي ما هوش عايز ياخد مننا لا سرنجات ولا مشارط ولا لزق الضهر ولا كانيولات ولا حاجة من دي من أصله. من ساعة عدم المؤاخذة ما اشتغل في اللزقة العجيبة بتاعت الرجلين اللي احنا جبناها دي، وهي مشت معاه وبقت 100 فل و14، وعايز كمية أكبر بكتير. طب وهنجيب له منين؟ البضاعة اللي عندنا كلها خلصت خلاص، اتوزعت. أنا برضه محسوبك يا باشا، ما سكتش، قعدت أتأثر وأدور لغاية ما عطرت في تاجر في بورسعيد عنده كونتينر كامل على بعضه، بس المشكلة بقى إنه عايز الفلوس كاش، بس أنا ما سكتش، دبرت له الفلوس ومستني تعليمات سعادتك، أبعت أشيل. وبعدين لعلمك البضاعة دي دلوقتي بقت عاملة زي المخدرات. طيب خلاص، بلغ الحاج. حاج إيه؟ حاج إيه يا يوسف باللي هبلغه؟ هو أنا أقول طور تقول لي احلبوه؟ لقمة طرية وجايلنا لغاية عندنا، تقول لي بلغ الحاج؟ تبلغ. امال عايزه يجي فجأة ويقول لك عايز اراجع الحسابات زي النوبة اللي فاتت، ونرجع احنا بقى نقعد نعمل افلام وانا اللي اتضرب بالمطوة في الاخر؟ وايه يعني يوسف بيه لما تتضرب في المطوة؟ ده على رأي المثل، وش من غير علامات زي الشوربة من غير بهارات. وبعدين لما الحاج يقول لك عايز اراجع الحسابات ساعتها يحلها الف حلال. ما هيدفع كاش؟ النص كاش والنص بشيكات على سنة، ولعلمك البضاعة دي مكسبها 100%. يعني ناخد احنا تمن البضاعة كاش في الأول، وبعد كده المكسب كله يبقى هو القسط. والراجل مستني بره، أقول له إيه؟ يلا توكلنا. ابعت الفلوس وخلي بتاع بورسعيد ده يشحن البضاعة، وأنت خارج تبعت للدكتور حسين ده. ماشي. بقول لك إيه؟ نعم. الروج اللي هي شايلاه في مكتبها اوعى تستخدمه لحسن الحاج يحطك في دماغه. لا ابعد عن الحاج. صباح الفل يوسف باشا. صباح الرضا يا دوك، اتفضل. اما البضاعه الاخرانيه اللي خدتها منكم مسمعه في السوق جامد قوي. اسمع، البضاعة اللي خدتها مني مش منكو. الله، واحنا بنتدلع عليك واحنا بنعرف ناخد حق ولا باطل غير مع حضرتك هنا. بقول لك ايه يا دوك؟ امال في زيادة في البضاعة الجديدة 10%. هقول لك، بس هقول لك، هتدفع 10% عربون، وبعد اسبوع هتدفع 40%، والباقي على شيكات 9 شهور مش سنة، 9 شهور يا دوك. الشيكات دي مقدور عليها؟
انما ال 10% زياده دي ليه؟ بقول لك يا عسل، انت مش بتاخدها مني ب 24 وبتبيعها ب 99.5 وبتلزق مصاريف الشحن للزبون، ما جاتش بقى ال 10% بتاعتي دي يا دوك، خليك حلو. انت كده يا جو، محدش يعرف ياخد معاك حق ولا باطل. استبينا. ماشي. ايوه يا زكي، بقول لك ايه؟ الدكتور هيجي لك دلوقتي هيديك 10% عربون. لا الزياده هتبقى 10% بس. 10% بقول لك، لا مش 17، مش زي ناس. اسمع الكلام، اسمع الكلام يا زكي. ماشي اتفقنا، يلا سلام. منور الدنيا يا حبيبي. ما تحرمش منك يا جدع، ربنا يخليك. شرفت وانست. شكرا. حصلت البركه. سلام عليكم. سلام يا دوك. شكرا. نورت. عدت بسلام. حد ايه؟ حد وصل يا استاذ يوسف. يا اهلا يا اهلا يا اهلا يا اهلا يا حاج. يا اهلا يا مكرم الوارث يا حاج. يا اهلا يا حاج، اتفضل يا حاج. اتفضل يا اهلا. قول لي اخبارك ايه؟ فضلت حته في المخازن عشان البضاعه الجديده؟ طبعا يا حاج، كله تمام خلاص. طيب خير الحمد لله. كويس ان انا شفتك. انا اصلا دماغي مقلوبه. عمال افكر مش عارف اعمل ايه في حكايه الارض اللي عرضها عليا الراجل حفظ ده. الله. انت لسه بتفكر في المشوار ده يا حاج؟ طبعا، الا لسه هي دي تتساب. بس انا بقول يعني المنطقه دي يا حاج ما بياخدش فيها غير التقال اللي في البلد، وبصراحه يعني اصل انا خايف ان ده مش كارنا. اخص عليك، ده كلام تقوله وانت ابن الحاج سيد اللي مش كارنا، واحنا كل اللي اشتغلنا فيه ده كنا فاهمين في حاجه في الاول، وربنا كرمنا وبقينا اسياد الكار. وبعدين دلوقتي اللي بيستورد حاجه ما اشتغلش فيها الحاج سيد قبل كده بيجي لنا مطاطي وما بيعرفش يتصرف. طب وانت شايف ايه يا حاج؟ دي عايزه سؤال. ربنا يكرمنا ونوبر حته يا ابني. ربنا كارم مصر اليومين دول وبيبيعوها، فاحنا لازم يبقى لنا حته فيها. وانت كنت قلت لي الراجل اللي هيسلك لك المصلحه دي هياخد كام؟ الراجل ده طالب 3 قنارب. ايه؟ بحالهم يا حاج؟ بحالهم؟ ده كويس انه وافق على كده، ده كان في الاول طمعان في 5. انا عايز اراجع الحسابات، خلي زكي يحصلها لي كلها ويوضبها لي. حسابات؟ ما انت انت الحسابات دي انت راجعتها يا حاج قبل كده ورسيت، هتعمل ايه؟ لا ما راجعتش حاجه، انا بصيت فيها طياري كده. انا عايز اراجعها بالمليم عشان احدد ايه اللي ممكن اعمله بالظبط. سودا. ايه يا يوسف؟ انت بتقول حاجة؟ لا لا يا حاج، ده انا بقول اللي لينا نصيب فيها هنشوفه ان شاء الله، هنشوفه هيروح مننا فين.